الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، حل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين. لا شك أن الموضوع المناسب في عيد الصليب أن احنا نتكلم على الصليب نفسه. فبولس الرسول بيتكلم عن الصليب في عدة أماكن. في الرسالة الأولى لكورنثوس بيتكلم ويقول الأصحاح الأول: المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الكنيسة بتاعتنا بتدي أهمية خاصة للصليب، وكل الكنائس برضو الرسولية بتدي اهتمام خاص للصليب. ما تجدوش كنيسة رسولية أبدا كانوا كاثوليك ولا أرثوذكس، وكثير من الكنائس البروتستانتية تعلق الصليب على الواجهة بتاعتها، وتحاول دايما انها بالصليب تعطي معظم الأثر بتاعتها. احنا عندنا الصليب في كنيستنا كثير الاستعمال جدا جدا، مفيش مرحلة من مراحل صلواتنا الا وتكون ممتزجة بالصليب. بس عاوز اديكم فكرة صغيرة عن قد ايه الصليب يتكرر مثلا في صلواتنا، في الطقوس بتاعتنا، في صلاة عشية مثلا او صلاة باكر بيتكرر اسم الصليب برقم يمكن ما تصدقوهش، 24 مرة يرسم الكاهن الصليب على اذا كان الشعب او اذا كان اماكن اخرى او على الشرية او حاجات زي كده. في القداس الالهي بترسم الصليب على الاسرار 48 مرة، منها 24 مرة على الأسرار المقدسة، على القربانة والخمر أو على الجسد والدم بعد ما يتحولوا، مما يدل على أن احنا بندي أهمية كبيرة جدا لخلاصنا اللي تم على عود الصليب، وبنعيد للصليب بنعتبره من أعياد السيدية. شوف احنا في وسط الصيام الكبير ومع ذلك نعيد للصليب بالألحان الفريحة، زي مثلا كأنه عيد البشارة من أعيادنا. وإحنا طبعا ما بنعيدش للصليب كخشبة معينة، لا طبعا إحنا بنكرم ما تم على الصليب. الخلاص اللي تم على الصليب هو اللي مدي لهذه الخشبة الصليب مقدار، زي مثلا لما بنروح القدس، لما بنروح القدس إحنا مش بنكرم الأرض بتاع الأورشليم، هي أرض زي بيت الأراضي، لكن بنكرمها لأن المسيح يوم من الأيام مشى عليها. فاحنا عندنا في الكنيسة هنا بنعيد، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعيد للصليب ثلاث أعياد في السنة. الأول عيد للصليب في 17 توت اللي هو بعد عيد الناروز بحوالي 16 يوم، ده عيد تكريس كنيسة الصليب. تكريس كنيسة الصليب بنعيد له ثلاث أيام، ويبقى عيد الصليب الرئيسي في 17 توت أو في بيبقى حوالي 26 27 أو 28 سبتمبر. وبعدين عندنا عيد تاني للصليب، ظهوره للملكة هيلانا، زي الملكة هيلانا أظهرت الصليب، اللي هو اللي بنعيد به النهاردة 10 برامات. وفي عيد ثالث اللي هو في 12 مسرة، بعيد أن الملك قسطنطين آمن بالمسيح ورسم الصليب على كل الأسلحة بتاعته وخارج لكي يغلب. فالصليب عندنا مش مجرد خشبتين متعامدتين أو مجرد حاجات أشياء مزينة زي ما أنتم شايفين في أيدينا، لكن الصليب له معنى ظاهر وله معنى باطني، معنى روحي ومعنى طقسي، أحب أن احنا نتأمل فيه مع بعضنا. وقبل ما ندخل في هذا الموضوع عاوز اقول ان احنا عاوزين نعمل مسابقه عن الصليب، مسابقه خفيفه ما هياش يعني صعبه، ممكن للاولاد والشبان والشابات انهم يدخلوا فيها، وتكون جوائز ان شاء الله المره الجايه حوالي 10 صلبان للعشر الاول. لما تبص في الصور بتاعه الايقونه بتاعه الكنيسه دي كلها والستائر بتاعه الكنيسه تلاقيها مليانه صلبان، مش كده؟ في صلبان على الستائر وفي صلبان على مع القديسين وحاجات زي كده. فالمسابقة بتاعتنا ان الواحد يقول لنا الكنيسة جوه هنا مش الهيكل فيها كم صليب، سهلة دي، بس لما يقول لنا كده
يقول مثلا صورة الفلانية أنبس ناسيوس في إيده صليب فلان، ما يديش على رقم كده زي ما يكون، نفهم هو درس الموضوع. فأنتوا عملوا زي ما كنا بنعمل زمان، نلف في الكنيسة كده، الستارة دي عليها خمسة، الستارة دي عليها، وهكذا نقوم. ضمنا عاوزكم تاخدوا بالكم ان قد ايه احنا بندي اهتمام كبير بالصليب ربنا يسوع المسيح، وفيها هدايا كل واحد هياخد صليب. المعنى الظاهر لصليب المسيح او التفسير الظاهر انه صليب الرب يسوع، الصليب اللي اتصلب عليه سيدنا يسوع المسيح. كنا مره كتير اتكلمنا عنه انه كان معمول من خشب خاص، بعض الناس يقولوا خشب ألفونيه، لان بقايا الصليب الموجوده دلوقتي استطاعوا أنهم يعرفوا المادة بتاعته. وكان طول هذا الصليب حوالي 15 قدم أو 5 ياردة، يعني تقريبا علو الكنيسة دي تقريبا أو أصغر منها بسيط. الكنيسة دي حوالي 16 قدم من الأرض لفوق، فهي كانت 15 قدم طول صليب المسيح، كان عالي. وكانت العرضة المستعرضة بتاعته 9 قدم، يعني حوالي 250 سنتي كده، 270 سنتي. وكان وزن صليب المسيح زي ما بيقولوا بعض المؤرخين 330 رطل. جابوا منين الوزن ده؟ زي ما قلت لكم ان في بقايا من الصليب موجوده لغايه دلوقتي توري زوايا معينه منه، فاستطاعوا انهم يعرفوا السمك بتاعه. ولو عرفوا السمك بتاعه وعارفين كثافه خشب الالفونيه كام، وعارفين الطول والعرض والارتفاع والحاجات دي، يستطيع انهم يحسبوا تقل هذا الصليب. ومنه نفهم ان السيد المسيح له المجد لانه لبس جسد الانسان، وقع بالصليب واضطروا انهم يجيبوا سمعان القرواني عشان يشيلوا وياه. بعد اكتشاف الصليب من الملكه هيلانا، كان كثير جدا من الملوك المسيحيين والرؤساء المسيحيين والبطاركه بيحبوا ياخدوا جزء من الصليب يحفظوه عندهم. فقسم الصليب إلى أقسام كثيرة، مئات من القطع الصغيرة وزعت في جميع أنحاء العالم. ويقال أن أحد هذه القطع موجودة عندنا في الكنيسة القبطية، أحضرها معهم الأسقف الفرنسويين لما جم انضموا إلى الكنيسة الأرثوذكسية وسلموها إلى قداسة الباب. وكل أثر من دول عشان أطمنكم شوية، مش أي واحد يقول الخشبة دي من صليب المسيح بنقول له طيب كويس كتر خيرك، لا، ده بيبقى فيه إثباتات ومستندات مختومة بالناس الأسقفة أو رؤساء الأسقفة اللي كانوا حاضرين استخراج الخشبة دي من خشبة الصليب نفسه. يعني كل حاجة زي ما بيقولوا authenticated، يعني مستنداتها قوية في إن دي فعلا كانت خشبة من خشبات الصليب ومختومة ومنضية من ناس معروفين، عشان ما تتهش المواضيع دي كلها. زي ما كنت مرة قلت لكم ان المرة الوحيدة اللي انا شفت قطعة من خشبة الصليب كان في فيينا في النمسا. كنا بنحضر مؤتمر من مؤتمرات الكاثوليك ومع الأرثوذكس، فورونا دير من الأديرة في حدود فيينا فيه قطعة من صليب المسيح. فجابونا قدام زي هيكل كده عندهم، كان في حتة كاثوليكي، كان دير كاثوليكي، مكان زي المذبح، وكنا بعيد طبعا الموضع. وعلى المذبح محطوط صندوق ذهبي، يتفتح الصندوق الذهبي لقوا جواه صندوق ذهبي تاني، يتفتح التاني لقوا واحد تالت جواه، والتالت ده هو اللي موضوع فيه قطعة صغيرة جدا من صليب ربنا يسوع المسيح. طبعا كانت مشاعرنا ملتهبة جدا لما في القرن العشرين بنشوف قطعة من الصليب اللي صلب عليها المسيح في القرن الأول المسيحي. ده من ناحية الصليب كخشبة كصلب عليها المسيح. أما من ناحية الصليب كعلامة، فالصليب في حياتنا رمز للوحدة، وحدة المسيحيين مع بعضهم، كلهم بيتلاقوا في نقطة واحدة اللي هي محبة المسيح وعبادة المسيح. مثلا صليب زي كده، الضلع اليمين والضلع الشمال والضلع اللي فوق وتحت كلهم بيتقابلوا في المركز الوسطاني بتاع الصليب، دليل على ان احنا كلنا لنا غرض واحد، لنا عبادة واحدة، لنا محبة واحدة في ربنا يسوع المسيح. كما ان هذا الصليب ايضا يحمل معنى الاشعاع، فمن مركزه يخرج الى كل مكان بركات هذا الصليب، وتنتشر فكرته في كل انحاء العالم.
الصليب استعملوه الجماعة الرياضيين في الماثيماتكس كعلامة إضافة، كعلامة إضافة إنها تزود الحاجات مش تنقصها، كعلامة إضافة دون نقص، لأنه بالمسيح بتزيد القيمة بتاعتنا زيادة كبيرة. فالخاطي مثلا زائد محبة المسيح يبقى إنسان مبرر قديس. الإنسان المتحير في حياته لما تكون معاه محبة الله يكون إنسان في سلام وبركة، يبقى الصليب علامة إضافة من ناحية النواحي التأملية دي. الإنسان المتعب لما تكون معه ويتأمل في نعمة المسيح تنضاف عليه بركة المسيح، يبقى إنسان في سلام وراحة في المسيح. الضعيف زائد محبة الله يكون قوي. إنسان الفاقد الرجاء لما تكون معاه محبة ربنا ونعمة ربنا يبقى إنسان مليان من نعمة المسيح وعنده كل أمل. الإنسان اللي هو لا شيء ملوش قيمة لما نضاف عليه أنه هو يعبد المسيح والمسيح معاه يصبح هو كل شيء. كمان الصليب بيبقى رمز للتضحية والفداء، لأنه على الصليب صلب ربنا اللي ما كناش أبدا نفكر أن الناس خطاه ينزل لأجلهم السيد المسيح لكي يفديهم وهو لم يفعل خطية. فهو علامة التضحية والفداء من السيد المسيح. علامة السمو أيضا إلى فوق الصليب. الصليب لما صلب عليه المسيح كان في الوضع الرأسي ده معلما إيانا أن احنا تملي نكون في حياتنا في ناحية السمو مش ناحية الأرضيات. كما أن الصليب يرمز إلى رفع الأيدي والرأس إلى السماء للصلوات. لما تتأمل شوية في الصليب كده هو تلاقوا دول الجناحين دول يشيروا للأيدي لما تترفع، والرأس الفوق يشير إلى أن الإنسان المسيحي ينبع أن يكون يديه باستمرار مرفوع لفوق ورأسه مرفوع للسماء. وأبونا المتنيح أبونا بشوي كامل له تعبير جميل في ناحية الصليب بيسميه ديناميكية الصليب. الصليب ده مش حاجة استاتيك، حاجة جامدة، لكنه حاجة لها حياة ديناميكية. ديناميك إن هي حاجة متحركة. فالحاجة اللي له حياة دي يعني يستطيع أن هو يعمل حاجات ما يعملهاش الحاجات الجامدة. فهو يعمل بحركة كبيرة جدا في حياتنا. وعشان كده بولس الرسول بيقول مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. ولذلك كان المسيحيين بيحبوا الصليب محبة شديدة. فمثلا لما جاء الحاكم بأمر الله في مكان في مصر في القرن العاشر أو الحداشر وأمر أن كل المسيحيين يلبسوا صليب وزنه 5 طرطان، طول ما هم بيمشوا أو بيشتغلوا أو بيأكلوا أو بيشربوا لازم المسيحي يشيل صليب خشب وزنه 5 طرطان. لو كانت الحكاية دي اتقالت لنا اليومين دول كنا تضجرنا، اللي الواحد يمشي كل شوية صليب يخبط في صدره 5 طرطان كده. لكن في لما عمل هذا الأمر الحاكم بأمر الله ده المسيحيين خدوه كأنه نعمة من عند ربنا. حتى إن الراجل الحاكم ده حب يشوف أمره تتنفذ ولا لا، فتخفى مرة وراح عند واحد فات على مسيحي نجار. كان عادة النجارين كلهم تقريبا مسيحيين لأن دي المهنة بتاعة المسيح لما كان مولود، لما كان يعني صبي. فتخفى ولقى واحد نجار مسيحي عمال ماسك المنشار ورايح وجاي والصليب بتاعه عمال يخبط في صدره. قام بيقول له انت ايه اللي ملبسك الصليب ده وانت عمال تشتغل شغل جامد؟ قال له لا، ده مش في اوامر علينا ان احنا نلبس صليب. قال هو حد شايفك ما تقلعه وتشتغل من غير؟ قال له لا، ده كمان الصليب ده شرف ليا، ده احنا بناخده بركه، ده احنا لما سمعنا الامر بتاع الحاكم ده انبسطنا جدا ان احنا دايما شايلين الصليب على صدرنا. فالراجل بدل ما كان بيعاقب المسيحيين بص لقى نفسه بيدي لهم بركة في لبس الصليب. كما إن الصليب بيعلمنا أيضا الحكمة. في حملنا للصليب نتعلم الحكمة في حياتنا، نتعلم إن إحنا بالصليب نستطيع أن نغلب أمور كثيرة. معرفش إن جربت الحكاية دي ولا لا، إنما كثيرين جربوها إنهم لما يكونوا حاجة منهم تايهة مثلا ويقولوا باسم الصليب يبصوا لقى ربنا أرشدهم هي فين. لما يكونوا مثلا ما رايحين لمشوار معين وحيدخلوا ويقابلوا مثلا يعملوا انترفيو ولا حاجة ويقولوا باسم الصليب ربنا بيسهل الأمور بتاعتهم. قوة الصليب تملي بتبان في النتائج بتاعتها. وكثيرين جدا منا الآن ومن خارجنا يستطيعوا أن يؤكدوا لنا
ان احنا بالصليب نستطيع ان نكون متقدمين في كل عمل صالح. طب ما ليه ناس ما بيحبوش يلبسوا الصليب؟ دول ناس الشيطان اصله بيفزع من الصليب باستمرار. طول ما الصليب على صدرنا، طول ما الشياطين تبقى مفزوعه مننا وتحاول ان احنا بطرق مختلفه نبعد عن معنى الصليب. وكل ما بعد الصليب عنا كل ما الشيطان يعرف يتدخل في حياتنا. فناس كثيرين باغراءات شيطانيه وبمخافات باطله يبعدوا الصليب عن حياتهم. انا ما بقولش ان احنا نشيل الصليب عشان نغيظ به مثلا المسلمين. في ناس يقول لك انا حلب الصليب كبير عشان اخليهم يتغاظوا. مش المسيحيه كده، مش المسيحيه انك انت تغيظ الناس بصليبك. لا، الصليب ده بركه، الصليب ده بركه، سواء لبسته من جوه، سواء لبسته من بره، سواء حطيته على ايدك، سواء في اي مكان من امكنه. احنا نفعل هذا مش عشان نخزي عين اللي بيبصوا لنا، لا، احنا بنفعل لان دي بركتنا. ما علمتناش ديانتنا ابدا ان احنا نغيظ الناس. علمتنا ديانتنا ان احنا نترفق بالمساكين، انما نتمسك بصليبنا، لان الصليب عندنا نفتخر به فخر كبير. واذا انتقلنا الى الصلبان اللي احنا بنشيلها في حياتنا، الصليب يرمز ايضا الى التجارب. لما يكون واحد حياته فيها نقطة ضعف معينة ومستمرة معاه نقطة الضعف، بيعتبر انه شايل الصليب. واحد مثلا ربنا سامح انه يكون عيان عيا معين، والعيا ده ياخد معاه وقت، بس مصليبه كده ربنا مديله صليب معين عليه انه يستحمله. زي بولس الرسول لما كان عنده شوكة في الجسد زي ما قال في الكتاب المقدس. بعض الناس قالوا ان الشوكة دي كان رمد كبير موجود في عينيه، مش قادر يبص كويس ومش قادر يمشي كويس في الكرازة. فاشتكى وقال له يا رب ارفع عني التجربة دي، ارفع عني الصليب ده. قال له تكفيك نعمتي، تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمن. في واحد صليبه في جسده، في واحد صليبه في أولاده، في واحد صليبه في أصدقائه، في واحد صليبه في الدروس بتاعته مش عارف يذاكرها مثلا، أو مش عارف يتمشي في الدراسة بتاعته، في واحد صليبه في عمله، يبص مش بيكون أمين في عمله لكن الناس ما بيفهموش، في واحد صليبه في بلاده يكون الناس مخلصين وبعدين يطلعوهم يقولوا لا المسيحيين دول اصل كل المتاعب زي ما الجماعه في مصر كانوا بيقولوا لنا. صليب، والصليب ده حقيقة نفتخر ان احنا شايلينه، نفتخر ان احنا شايلينه، نفتخر ان احنا الصليب بتاعنا ربنا سمح لنا به علشان لا ننسى ابدا انه جاء وتالم من اجل خلاص جنسنا. في صلبان كثيرة أيضا غير صليب التجارب، في صلبان كثيرة تحمل من المسيحيين. في صليب التواضع، صليب التواضع، أن الإنسان يكون تواضع، متواضع ووديع. ساعات بتصادفوا مشاكل من الناس في تواضعه، وساعات الناس يسيء استخدام هذا التواضع في الإنسان، لكن صليب ينبغي للإنسان أنه يفرح بأنه يشيله زي السيد المسيح له المجد. صليب الخدمة مثلا، لما الإنسان يخدم يبص لأ اللي بيخدمهم مش سائلين فيه أو بيتكلموا عنه كلام باطل، ده صليب من الصلبان اللي مفروض برضو الإنسان المسيحي يفرح بأنه يشيله. ولذلك بعض الناس يقول لك أو بعض المختبرين يقول لك إيه، ابحث ليك عن صليب تحمله، ما تهربش من الصليب. ولقيت نفسك مستريح أو لقيت نفسك مستريحة، يا ريت ندور على صليب نشيله. زي ايه مثلا؟ افرض اخوك تعبان منك او له عليك كلام صعب، اعتبر ده صليب موجه ليك ومفروض عليك انك انت تشيله وتروح تصالح اخوك ده وتحاول انك انت تجعل العلاقه بينك وبينه كويس. صليب التغصب على نفسك، مع انك ما عملتش حاجه لكن تتغصب على نفسك وتروح توري انك انت تابع للمسيح وتذهب لكي تنتهي من التعب اللي عند صديقك ده. واحد مستعبد من عادات رضية، يكون صليبك اللي تقوم اللي تحمله انك تغلب هذه العادات وتجاهد وتحاول بقوة، وباسم الصليب ربنا قادر ان ينجيك من هذه الامور. كما ان بعض القديسين يقول لك عليك انك انت تصلب شوية حاجات في حياتك، تصلب الغضب مثلا، لازم تكون انسان طويل البال، بالك يكون طويل جدا. عشان كده بيقولوا ان الكهنة اللي بيلبسوا فرجية واسعة
لأنه لازم صدرهم يبقى واسع لكل الشعب، حيلاقوا متاعب كثيرة فتتسع الهدوم بتاعتهم مثلا من الأمثلة عشان يستحملوا المتاعب بتاعة الشعب دي كله. كذلك أنت لازم يكون بالك طويل كمسيحي، يكون بالك طويل علشان تحمل أو تكون صليب الغضب ده مش موجود معك، وتصلب أيضا محبة العالم. محبة العالم ساعات كده تيجي للإنسان وتغريه، مفروض في الإنسان أن يصلب محبة العالم. غير أن الصليب أيضا له معجزات كثيرة، يعني الناس اللي بتمسكوا بالصليب الصليب بيعمل معهم معجزات جميلة جدا. فتاريخ الكنيسة مليان من الحاجات دي، أقول لكم مثل أو مثلين منها. الأنبا سرابابون أسقف المنوفية في القرن الماضي، راجل كان مشهور بالقداسة، وكان مشهور بأكثر بأنه بيخرج الشياطين والأرواح الشريرة. في يوم من الأيام كان الوالي، مش فاكر كان محمد علي ولا مين ساعتها، كانت عنده بنت، وبنته دي كانت مصابة بروح شرير وحاروا فيها في الدكاترة والحاجات دي. فقالوا له، لأن كان ساعتها النظار معظمهم كان مسيحيين، الناس الوزراء والحاجات دي، قالوا لمحمد علي باشا ده أنبا سرابمون أو الجماعة الأباط عندهم طريقة إزاي يطلعوا الشياطين دي. فبعت رئيس الوزراء بتاعه للأنبا كرولوس، كان الأنبا كرولوس الأنبا بطرس، كان الأنبا بطرس السابع هو البطرك. فبعت له واحد قال له الوالي بنته تعبانة وبيقول لكم شوفوا حد يطلع الروح النجس اللي عليه. فالأنبا بطرس البطريرك ده للأنبا سرابمون، قال له يا أنبا سرابمون روح طلع الروح النجس اللي على بنت الوالي. فواحد من الموجودين قال له يا سيدنا ده انت البابا، ده انت البطرك، ده انت لما اذا كان الاسقف بتاعك يعمل حاجه تعمل حاجه انت اكثر منه. قال لهم لا، دي مواهب، دي مواهب، في ناس موهبته اخراج الشياطين وناس موهبته شفاء المرضى. فالأنبا سرابمون ربنا اعطاه هذه الموهبه، فهو يروح عشان يطلع الروح النجس اللي على بنت الوالي. فالأنبا سرابمون قال له يا سيدنا انا خاطي. قال له معلش روح. قال له طب اديني الصليب بتاعك. قال للبطرك اديني الصليب بتاعك وانا اروح بيه. فاداله الصليب بتاعه. بيقول تاريخ الكنيسة اول ما دخل من القصر بتاع الراجل الوالي ودخل على الحتة اللي فيها اولاد الوالي، صرخت بنت محمد علي صرخة شديدة جدا، وقعدت تصرخ صريخ كبير جدا لما الناس خافوا على حياتها. الأنبا سرابمون زي ما بيقول تاريخ الكنيسة قعد يدق بإيده على صدره ويقول يا خطيتك يا صليب، كان اسمه صليب قبل ما يبقى سرابمون، يا خطيتك يا صليب هتموت البت يا صليب. فقوم الناس قالوا تعالى صلي لها جوه، فراح رشمها بعلامة الصليب، فصرخ الصرخة عظيمة وهملت مرة واحدة وخرج منها الشيطان وشفيت من الروح النجس ده. لأن قوة الصليب، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لما الناس الغير مسيحيين يشوفوا الصليب عندنا بيتجننوا، يبص أعصابهم تلفت خالص، لكن عندنا نحن المؤمنين هي قوة الله. ومن مدة يعني من في أوائل القرن ده تقريبا، كان حكولنا على كاهن كان خد مال من الكنيسة، من اللجنة بتاعت الكنيسة، ادت له أموال عشان يشتري بيها كسوة للفقراء. فنزل لمصر عشان يشتري كسوة للفقراء يوزعها لما يرجع تاني. ففي واحد محتال لاحظ ان ابونا ده معاه فلوس، واحد محتال لاحظ ابونا معاه فلوس ومشي وراه لغاية لما شافه نزل في مصر. نزل معاه في مصر ولقى ابونا متحير لانه من بلد ارياف، فقعد الصاحب معه يقول يا ابونا انت ضيف عندنا، هو انت عاوز اي حاجه؟ قال له لا يا ابني انا جاي بس اشوف حته انام فيها. قال له لا يمكن، لازم تنام عندي، انا مضيفك النهار. قال له يا ابني لو ما تتعبش نفسك في ولادي هنا. قال له لا ابدا، انت مش عاوز تديني البركه دي. اللي ابتدت الكلمات، ما هو في ناس لسانهم راضي انما كلماتهم حلوه، ازاي ما تباركنيش، ازاي مش عارف ما تدينيش بيتي بركه، ده انا نقول. فلما قعد يقول له كلام زي كده ابونا قال له تكون مشيئه الله، روح عندك يا ابني. فراح ابونا عنده وقعده في اوضه كده فوق شويه في البيت بتاعه واستناه بقى لما ينام. فمن عاده ابونا بعد ما صلى راح رشم الصليب على اربع اركان الاوضه وراح نايم. فاستنى الراجل المحتال ده لما ابونا عرف انه نام
وطلع بقى عشان يشوف ازاي ياخد الفلوس منه. طلع وجاي يفتح الباب، بص لقى في تعبان نطله من الباب، راح طالع يجري راجع تاني واستنى طول الليل، وطلع يجري تاني عشان يفتح لقى نفس المنظر، فقعد مرعوب ونزل تحت قال يا ابونا انت جايب معاك حاجات، في حاجات جايبها وياك؟ قال له لا يا ابني. قال له امال ايه الحكايه؟ انا في حاجات كده شفتها عندك. قال له لا، احنا عندنا في المسيحيه لما نرشم الصليب ربنا بيحرسنا بكل الطرق بتاعه. فلا شك ان الصليب بالنسبه للمسيحيين ليس فقط رمز، وليس فقط نعمه كبيره، وليس فقط حاجه نتزين بها على صدورنا وفي ايدينا وفوق تيجان الملوك، لكن الصليب قوه عظيمه للذين يستعملون الصليب بحكمه وبفهم في حياتهم. فربنا يحافظ عليكم جميعا، وقوه الصليب تكون في نجاح وفي بركه، وسلام المسيح يملاكم كل حين. ان شاء الله بكره هيكون عيد الصليب، فهنبتدي من الساعه 8 صباحا بصلاة باكر فيها دورة الصليب، زي ما بنعمل في حد الزعف بندور في الكنيسة بالصليب المقدس ونكمل القداس الإلهي. فبكرة ما فيش صوم انقطاعي عشان ده عيد من الأعياد السيدية، ما فيش صوم انقطاعي. واحد يقول لي يا ابونا واحنا صايمين خالص لما نصوم صوم انقطاعي؟ لا بلاش الحكاية دي، عاوزينكم تصوموا بقى وتصوموا، إنما بكرة إن شاء الله هيكون صوم عادي، يعني تاكلوا برضو صيامي بس ما فيش داعي إنكم تنقطعوا. تفضل قول لنا ترميمه.